انا هالحين عندي قصة مع امن الطرق، والموجودين اللي عنده قصة انحصرت له لابد ان الواحد يصير له قصة، وانتم اعزائي المشاهدين اللي حصلت له قصة يذكر لنا اياها بالهاشتاج. انا كبروا بعيني بعد قصة صارت علي، جايين للرياض من الزلفي انا واهالي معا بالسيارة، وماسكن الطريق الاوسط ومجبلين على تفتيش صلبوخ، مجبلين عليه وماشي الخط 120 فيه بعض التريلات وهذه أشوفه وملحوظة ورجال الأمن ما يقصرون فيها، اللي لا جاي بيسقط على التريله اللي قدامه حذا في الموتر، والله ما يناظر لوك جاي تمشي يخلطك ما ناظرك، هما مع تامين ما عليه من أحد. أنا من سرعة خطمته علي وأنا أمشي 120 ما درت إلا الحرمة تصرخ وقف وقف وأنا أمسك فرامل، والله أنا جايين كلنا قدام يا الله، وقفت يعني مرة موازن له مرة بس اللهم أني ما صدمته الحمد لله والله، وكمل والله ما درى عني ولا جاب لي خبر ولا عائلة معي عائلة، وأنا أجدمه وروح أزيد السرعة وروح لصلبوخ، وأنا أجي الراعي تفتيش صلبوخ قال تحرك تحرك، قلت لا دقيقة راعي القلاب يوم دريت وله مار مع السرعة وله مار تعدى، قال وين وين، قلت هذا هو، قال ذاك أوقف 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 اوقف بدون ما يسالني وش سوى، اوقف اوقف على جنب على جنب على جنب، وانت على جنب وتعال علمني السالفه، قلت ابشر يا سلام، واجي لمه سلام عليكم السلام، قال اثباتك وانا اعطيه اثباتي، قال وش صاير، قلت والله ابدا انا امشي 120 على الطريق وخطم علي هذا يخطم بمسكه فرامل، واني والله بغيت اضيع انا وهالعائله اللي معك، وهو يجي هذا عامل اجنبي انا ما في معلومه، اذا قال لا نعلمك الحين اللي معلوم نعلمك اياه ويحاتيني، قال تبي انت شيء تبي حادث، قلت لا بالسلامة انا بعلمكم بس انا انجاني الله سبحانه لكن ابيكم تحذرونه وتعلمونه لا يبتلي له مسلم، اي ان هذا خط، قال عطني الرخصه واستمر وتعال، وانت تبي شيء يا السكران، قلت لا، قال توكل على الله وابشر بالخير. فمن هنا يا اخي صحيح. ترتاح تدري انك بدوله امنه ماخوذ فيها حقك لك، الحق اللي لك تاخذه وانت مرتاح، اللهم لك الحمد، بدون ما قال لي مالك دخل بحد ولا هذا شغلنا وهذا عملنا، على طول وقفه وقال لي وقف علمني السالفه، الله يطول بعمارهم وشاكرين ومقدرين لهم. قبل 20 سنه اي كنا رايحين مكه، نعم قبل ما اذكر القصه